عايز اروح معاك لزاويه اخرى كونك عضو في لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره القدم، واسالك عن بطوله الافريكان ليج او الدوري الافريقي، هل ستقام هذا العام ام لن تقام؟ What about the African League? I'm not too sure. انا مش متاكد هل هتتلعب في ميعادها ولا هيقوم اي تاجيل. احنا لغايه الوضع الحالي احنا ما اعلناش باي شيء. Go ahead. يتم لوم الاتحاد الافريقي، اتفضل. أتمنى أن هي تتلعب في ميعادها السنة دي، ولكن الوقت نفسه أو التاريخ نفسه إحنا مش ما أعلناش عنه أو لسه مش متأكدين منه. كثير من اللوم على الاتحاد الأفريقي في كثير من الأحيان، هل تتحدث؟ تفضل. إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا يبقى في تكدس في الجداول، عشان نحاول على قد ما نقدر إن المباراة تتلعب في ميعادها أو البطولة تتلعب في ميعادها. طيب